تخليداً لمرور 400 عام على نشر أول مجموعة مسرحية للأديب الإنجليزي ويليام شكسبير المعروفة باسم الورقة الأولى، أطلقت صورة له مع مقطع من حوار مقتبس من إحدى أعماله المسرحية نحو الفضاء الخارجي عبر منطاد. هذه المجموعة المسرحية تعد أول نسخة مجمعة من مسرحيات شكسبير، وتم نشرها عام 1623 أي بعد 7 سنوات من وفاته، واحتوت على 36 مسرحية من أصل 37 كتبها شكسبير طوال حياته، وكان أشهرها يوليوس قيصر وروميو جولييت وماكبث. وفي عام 1598 بني مسرح جلوب في لندن، وهو الشاهد الأول لكل مسرحيات شكسبير، حتى هدم على يد جماعة تدعى المطهرون عام 1644، ليعاد بناؤه وفتحه مرة أخرى ويتحول اسمه إلى مسرح شكسبير جلوب.